في قمة سيسي كاميرون، مصر الجديدة تتحدث عن نفسها، وبريطانيا تعد بإجراءات أكثر صرامة ضد الإرهاب. مجلس الأمن يناقش الأوضاع في ليبيا، والحكومة الشرعية تطالب مجددا بالسلاح لمواجهة الإرهاب. ارتفاع ضحايا السيول إلى 20 شخصا بأربع محافظات، والحكومة تتحسب للطقس وتستمع للخبراء. النشرة الإخبارية المفصلة تأتيكم من أنهار اليوم، أهلا وسهلا بحضراتكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تسابق الزمن نحو بناء مجتمع مدني يوفر العيش الكريم لمواطنيه ويحقق مطالبهم في الحرية والأمن والاستقرار. وأكد الرئيس خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بمقر الحكومة البريطانية، أكد أن التعاون الوثيق بين مصر وبريطانيا يوفر أساسا متينا نحو تطوير العلاقات بين البلدين على الصعيد السياسي والاقتصادي وتدعيم شراكة تجارية استثمارية واسعة النطاق. عصري يعتز بقيمه وبإرثه الثقافي، يوفر العيش الكريم لمواطنيه ويحقق مطالبهم في الحرية والأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية. ولذلك فنحن ننظر إلى علاقات الصداقة والتعاون بيننا بكل التقدير، ونثق في أن المستقبل سيحمل دائما الأفضل لنا جميعا. وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع كاميرون، أكد السيسي أهمية وجود تحالف عالمي لمواجهة التطرف والإرهاب. يهمني في هذا السياق أن أؤكد على حاجة العالم أكثر من أي وقت مضى لتحالف الشعوب والحضارات في مواجهة فكر وخطاب التشدد والتطرف والكراهية ونبذ الآخر، والتي تمثل جميعها بيئة خصبة لانتشار الإرهاب وما يسببه من تهديد للأسس والقيم المجتمعية. وردا على سؤال بخصوص الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا بوقف رحلات السفر إلى مدينة شرم الشيخ بعد حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء، قال السيسي إن مصر تتجاوب مع أي إجراءات تطمئن الدول التي لديها سائحين في مصر، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة السائحين على أرض مصر. احنا نبقى مقدرين شواغل كل أصدقائنا اللي بيبعتوا مواطنيهم إلى مصر عشان يبقوا مطمئنين إن هذه المناطق أو المطارات أو المقاصد السياحية آمنة ومستقرة. واستقبلنا خلال الفترة اللي فاتت بالكامل، ال10 شهور اللي أنا بتكلم عليهم دول، أصدقائنا البريطانيين عشان يطمنوا بنفسهم على الإجراءات اللي احنا بنعملها في مطاراتنا، مش بس في مطار شرم الشيخ. وده حتى بعد سقوط الطائرة الروسية كان في اتصال بيني وبين دولة رئيس الوزراء عشان مزيد من الإجراءات ومزيد من التفقد. وأنا تفهمت ان دولة رئيس الوزراء عايز يطمئن على المواطنين البريطانيين، وده من حقه، واستجبنا لكل مطالبه في ان هو يجي وعناصره تيجي وتتفقد وتطمن على الاجراءات اللي احنا عاملينها في مطار شرم الشيخ. وبنقول مره كمان ان احنا مستعدين نتجاوب اكتر مع اي اجراءات تطمن كل اصدقائنا على ان الاجراءات الامنيه اللي موجوده في مطار شرم الشيخ كافيه وان المطار مؤمن بشكل جيد. من جانبه قال كاميرون انه يتفهم القلق المصري من تأثر السياحة جراء حادث شرم الشيخ، وقال انه يأمل في ان تسهم الاجراءات المتبعة حاليا في عودة البريطانيين الى مصر قريبا، لافتا الى ان 1 مليون سائح بريطاني يستمتعون كل عام بشرم الشيخ. نحن ملتزمون بالعمل معا في المدى القريب لمعالجة كل المخاوف بخصوص الأمن في المطار من أجل تعزيز سلامة المسافرين المغادرين، كما أننا ملتزمون بالعمل معا لاستعادة رحلات الجوية بشكل طبيعي في الاتجاهين في أقرب فرصة ممكنة. إن السواح البريطانيين الذين يمضون إجازاتهم ويودون القدوم إلى شرم الشيخ، والمصريين أيضا الذين يودون أن يرحبوا بهم هنا، وكذلك فإنه تقريبا 1 مليون سائح بريطاني يمدون إجازاتهم ويستمتعون بشرم الشيخ في كل سنة، ونحن ندرك أهمية زياراتهم هنا إلى مصر.
من مصلحتنا المشتركة معالجة هذه المسألة للعودة بالأمور إلى مسارها الطبيعي في أقرب فرصة ممكنة. وردا على سؤال حول خطر التطرف والإرهاب وكيفية التعامل معه، قال رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده أعدت تقريرا بشأن وجود جماعة الإخوان المسلمين، وجميع التنظيمات في لندن ستنشر نهاية العام. فيما يتعلق بالتصرف المملكة المتحدة حيال الإخوان المسلمين، فنحن نرى كل التنظيمات ونرى كل الناس ونتصرف حيالهم طبقا لما يفعلوه داخل الإطار القانوني، إما أنهم يتبعون القانون أو أنهم يخرقون القانون، ولكن طبقا للمراجعة التي تمت للإخوان المسلمين والتي سيتم نشرها في نهاية هذا العام، ستجد أن المملكة البريطانية تقوم بإجراءات أكثر قوة ضد التطرف عموما، حتى ضد هؤلاء المتطرفين الذين لا يمارسون العنف ولكن يحرضون عليه ويحاولون أن يجذبوا الآخرين لممارسة هذا العنف. وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة البريطانية لندن كان محور اهتمام أبناء الجالية المصرية هناك، والتي حرصت على استقباله وسط هتافات تأييد له، كما رفعوا الأعلام المصرية. نبقى في ملف لندن وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى هناك، والمؤتمر الصحفي الذي تم اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. الآن نتحول إلى مفادة النهار اليوم، زميلتي دعاء جاد الحاج وبصحبتها أيضا الأستاذ عادل حمودة، فإلى هناك. أهلا بك يا أيمن وأهلا بكل مشاهدينا الكرام. في الحقيقة أنا طالعة مع أحسن صحبة، أستاذ عادل حمودة الكاتب الصحفي الكبير والجميل، وبقالنا مدة ما اشتغلناش مع بعض. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا دعاء، ومبسوط جدا إن احنا نرجع تاني نتكلم ولو بسرعة وفي لندن يعني. جدا، ورانا بقى ساعة بيج بان، يعني يمكن حتى الكاميرا جايبة المشهد اللي موجود. دي منطقة ويست مانستر اللي هي المنطقة اللي فيها البرلمان وفيها كل مؤسسات الدولة تقريبا يعني. كنا نتمنى طبعا إن يبقى في وقت أطول من الوقت المخصص لينا دلوقتي عشان حتى نتكلم على المشهد الجميل اللي ورانا، لكن خلينا كده سريعا أستاذ عادل ندخل على الموضوعات اللي عايزين نتكلم عنها. في أكتر من موضوع، عن أنواع الزيارات، لأن احنا بنتكلم على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المرة هي زيارة رسمية. مش الكل عارف أن في أنواع مختلفة من الزيارات، نتكلم الأول على الأنواع المختلفة. واحد سأل هو ليه الملكة ما استقبلتش الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما عملت مع ناس كتيرة جدا قبل كده. طبعا هناك ثلاث أنواع من الزيارات، واحد اسمها زيارة شخصية، أن واحد ياخد بعضه ويجي. زيارة رسمية اللي هي زيارة تقوم بها الحكومة البريطانية. واما زيارة الدولة فهي دعوة من الملكة، وبتحصل مرتين في السنة يعني تقريبا. على اقصى مرتين تقريبا في السنة، مرة بتكون لشخصية خارجية ومرة بتكون لشخصية داخلية تقريبا. في حالة زيارة الملكة بتكون في اعلام بتترفع على مدى 100 كيلومتر من قصر الضيافة، وبيكون كل الناس ستاند باي، الملكة وولي العهد، وده يعتبر زيارة كأنها زيارة عائلية للملكة تقريبا يعني. طيب زيارة الرئيس السيسي كانت زيارة رسمية وليست زيارة دولة. طيب الزيارة دي مجرد ما احنا كنا لسه بنحضر نفسنا لاننا نيجي، كنا بنتكلم على ثلاث ملفات رئيسية ما لهمش رابع تقريبا، مكافحة الإرهاب والأمن والملف الاقتصادي. بمجرد ما جينا ومبارح تحديدا بدأ يبقى فيه كلام كتير جدا عن موضوع توقيف حركة الطيران البريطانية إلى مصر وتحديدا لشرم الشيخ. صحيح. اللي حاصل طبعا انه كانت الحقيقة حادث الطيارة ألقى بظلاله عشية الزيارة، يعني بعد عدة ساعات قليلة من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكونت أو جمعت مجموعة كبرى. الكبرى دي المجموعة الأمنية أو مجموعة الأزمات أو مجموعة الطوارئ بقيادة رئيس الوزراء، وقالوا الإجراءات اللي احنا عارفينها تقريبا، خاصة بأن السياح البريطانيين يعني يرجعوا، والافضل ان هم حتى واللي ما يسافروش او المستعدين للسفر ما يسافروش. وبعدين كان لقينا هنا انه في كان في وفد امني موجود في شرم الشيخ، كانت وظيفته ان هو يراقب الخطوات الاجراءات الامنيه. الغريب طبعا حسب معلوماتي ان هو امس انتهى من فحص الاجراءات.
الحاجة الثانية انه السفارة البريطانية ارسلت اطقم كثيرة اكثر من اللازم من الدبلوماسيين القنصلية عشان يقدروا يخلصوا الاجراءات بسرعة يعني، ووجهوا رسالة للناس اللي كانت حاجزة يعني بيعتذروا لهم على ده، لكن قالوا ان هذا اجراء مؤقت الى اخره. لكن الحقيقة في رد الفعل الروسي النهاردة كان هايل. الروس قالوا الله انتم مستعجلين على ايه؟ وبدا الامر هنا انه ما جرى في بريطانيا امس حاجة من اتنين، اما انه نفاق يعني زائد عن الحد يعني، او اجراءات مزيد من الاجراءات الاحترازيه اجراءات احترازيه اعلى من المطلوب من اعلى من المطلوب يعني، خاصه انه قبل ما يخرج التقرير النهائي، او انه كمان سبق انه الحكومه البريطانيه وجهت بعض الانتقادات لبعض المطارات العربيه، فكانت النتيجه انه بيعت مجموعه من الاجهزه الخاصه بالمطارات يعني، يعني وخصوصا المطار النهارده هنشوف لما نرجع مصر هنلاقي انه في الاسكانر الكبير دون، ودي جهاز جديد اتعمل في امريكا واستخدم في امريكا، اللي هو تقريبا بيخلي الجسم سكيلتون عريان تقريبا، الناس بتشوف كل حاجه فيه. ده دخل في المطارات البريطانيه مؤخرا يعني. هو في حاجه كمان يا استاذ عادل، يعني كل الصحف البريطانيه النهارده تقريبا في الصفحه الاولى، والتفاصيل صورة كمان بعد كده السيارة. تبقى موجوده، بنتكلم على موضوع توقيف الطيران الى شرم الشيخ تحديدا. واللي اتقال ان بالاضافه للتحقيقات اللي بتجرى من الجانب الروسي عشان موضوع طائره روسيه، ان كمان بتقارير امريكيه. ايوه بتقال طبعا، لانه مدير الاستخبارات الوطنيه في الولايات المتحده الامريكيه حوالي 18 جهاز استخبار بيقوده شخص اسمه قائد او مدير الاستخبارات الوطنيه، قال انه من التحليل الصوره احنا شايفين ان اللي جرى قنبله وليس طبعا صاروخ، وفي نفس الوقت ما هوش اي عمل عطل فني يعني. فطبعا ده القى بظلاله على هذا الامر. الحقيقه يعني ربما تكون الكلام له منطق، ولكن ايضا اي كلام له منطق لا يخلو احيانا من الاستعمال. انا بعتقد انه هذا نوع من الحرب البارده بين روسيا وامريكا وبريطانيا من ناحيه، بين روسيا من ناحيه وبريطانيا وامريكا من ناحيه تانية، للي بيجري في سوريا. يعني عارفه ازاي؟ انا يعني صحيح ان في كلام منطقي احيانا الى ان ياتي التقرير، انما برضه في النهارده مثلا امبارح بريطانيا تقول وامريكا تدعمها، والنهارده روسيا ترد، يعني القضيه برضه فيها قضيه الحرب البارده بشكل او باخر بترجع يعني. طيب عايزه اعرف من حضرتك استاذ عادل حموده تعليقك على الرد المصري، الرد المصري امبارح والنهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان طبعا اتكلم في المؤتمر الصحفي اللي كان بينه وبين دافيد كاميرون. يعني الحقيقه طبيعي طبعا انه الموقف المصري يقول والله نستنى التحيات يعني بشكل او باخر يعني. ورئيس عبد الفتاح السيسي كمان قال نتفهم الاجراءات البريطانيه لكن نطمئن الجميع ان الاجراءات الامنيه بالزبط. ستكون في تحسن كمان. صحيح. وفي الحقيقه كمان انه يجب بالفعل ان احنا نعيد ما يمكن وصفه بالتاكد، بمزيد من التاكد في الاجراءات، لانه خلي بالك دايما احنا عندنا جزء من عاداتنا المصريه ان بعد ما نعمل شده كبيره جدا تحصل عمليه استرخاء. يعني عارفه ازاي؟ يعني احنا نجري عمليه الشده الامنيه في وقت بيكون فيه الحادث خلاص اللي حصل وخلصنا من الموضوع، ولما بنرجع تاني بيكون يعني حصل نوع من الاسترخاء في القصه دي يعني. فانا بعتقد انه ممكن اعاده النظر في الاجهزه، ممكن اعاده النظر في البشر، ممكن اعاده النظر في التدريب، ودول ثلاث عناصر، خصوصا ان احنا عندنا يعني بكره هيجري توقيع ما يمكن وصفه باتفاق مبادئ امنيه بين مصر وبريطانيا، وهيكون هناك ايضا اتفاق على مبادئ خاصه بالصحه والتعليم العالي، واخد بالك؟ يبقى في المبادئ الامنيه اعتقد ان هيكون في مزيد من التعاون الامني في هذا الموضوع. واحب اقول لك خبر انا قريته في الجرايد، بس عايزه بس اقول حاجه وحضرتك صلح لي ان كنت مخطئه، ان الاتفاق على ان هيبقى في توقيع مذكرتين للتفاهم فيما يتعلق بالمجال الامني وفيما يتعلق بالتعليم والصحه، ده كان متفق عليه في من السابق. ما أنا يعني فاهم. مش حاجه حصلت انا فاهم، لكن مثلا بقصد ان في تعاون امني حتى سابق قبل الاتفاقيه، قبل التوقيع. ليه؟ لان انا معلوماتي ان في 31 من الضباط الجيش المصري جم هنا وفي الجيش البريطاني دربوا على عمليه تفكيك القنابل. يعني عارفه ازاي؟ ففي واضح طبعا ان في تعاون امني، بالاضافه طبعا انه حقول النار في ليبيا سبب من الاسباب المباشره للكلام، وان السيسي حتى قال في حواراته مع الاعلام البريطاني اتموا موقفكم من ليبيا، وقال انه زي ما حلف الاطلنطي بوظ ليبيا وفكها عليكم ان انتم تعيدوا النظر في هذا الموضوع.
نعم. طيب عايزين نتكلم كمان بقى على طبيعة العلاقات الاقتصادية وتأثيرها. طبيعة العلاقات الاقتصادية وتأثيرها وأجواء الزيارة بشكل عام، حضرتك نعم. شفتها إزاي؟ هو انت عندك الاستثمارات البريطانية في مصر حوالي 26 مليار دولار، متوقع ان يزيد حوالي 12 مليار دولار ايضا يعني كاستثمارات، لكن غالبية هذه الاستثمارات هي عبارة عن استثمارات في الطاقة، الغاز، البريتش بتروليوم، بريتش جاز، بجانب شركة الاتصالات المعروفة باسم فودافون. دول كلهم يعني دول، لكن في نفس الوقت تقرر ان يكون هناك ما يمكن وصفه بمبعوث لتنمية التجارة بين البلدين. ربما يعلن ده مبكرا وربما يعلن فيما بعد. الحقيقة احنا كان في العشاء بتاع المدير المركز الاعلامي المصري اللي كان امبارح، كان موجود الراجل الذي رشح لهذا الامر يعني، لكن مجرد ترشحات. نعم. بص، اجواء الزياره طبعا فيها في حاجات هنا الحقيقه، يعني الزياره نفسها فيها زياره، دي جرى الاتفاق عليها في شهر يونيو. في شهر يوليو على طول خرج 55 شخصيه من المعارضين، بعضهم مثلا وزير الطاقه في حكومه الظل في حكومه العمال، وايضا مسؤوله في حزب الخضر، وقالوا عملوا بيان من 55 شخص ونشروه في الجارديان. قالوا فيه كل اللي انت متخيلاه، كل اللي احنا بنسمعه عن معارضه لمصر نفسها. في نفس الوقت هقول لك مثلا كان ردا على كده انه انا التقيت حقيقه باللورد كور تاون، وقابلته بالصدفة في البرلمان يوم ما كانت السيدة جيهان السادات بتعمل هيرينج أو بتعمل جلسة استماع هناك، والراجل قال جملة واحدة وبعدين الحقيقة لقيتها برضو كررها هو في أكتر من مكان للميديا البريطانية. قال إن مصر تعتبر عامل مهم جدا للمصالح القومية البريطانية في مواجهة الإرهاب وداعش، وقال من صالح بريطانيا العمل مع السيسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا. هو بيكمل على كده بيقولهم كمان في سوريا، وهناك اعتقاد انه على اخر السنه دي البرلمان البريطاني هياخد قرار للدخول في سوريا، دخول القوات في سوريا. لكن هو السؤال، هل هاجر ده ضمن منظومه واحده ولا هاجر ضمن صراعات بين روسيا من ناحيه وامريكا والغرب من ناحيه تانية على سوريا؟ دي مشكله كبيره جدا، لان زي ما قلت لك انا بعتقد ان في حرب بارده في قضيه الطيران بين الاطراف دول بشكل او باخر. لكن بشكل عام تعتقد ان غالبا قضيه مكافحه الارهاب تحديدا على المستوى الدولي اصبح في نوع من انواع التعاون الى حد ما، لان داعش تقريبا ما سابتش. يعني من المؤكد يعني خلي بالك ان في طار ان داعش قتل 39 بريطاني. 39 بريطاني. ربما ايوه ربما يكون التفاصيل اكتر الوقت يمكن مش هيسعفنا في ده، لكن تفاصيل اكتر انه انا عملت النهارده حوار مع لورد دير. لورد دير ده كان مسؤول شرطه العاصمه، وكان مسؤول ملف الارهاب في اللي هو لورد في المجلس اللوردات، وكان مسؤول في ملف مكافحه الارهاب في البرلمان البريطاني. اعتقد انه قال كلام مهم جدا، يمكن هيقول تفاصيل مهمه عن الموضوع ده. تقول لنا جزء من التفاصيل. الجزء منها قال طبعا انه لابد من تدريبات للضباط اعلى شويه، بحيث ان احنا نضمن كيف يمكن ان يكون هناك قوه اكتر في ضرب الارهاب، ولكن في نفس الوقت رحمه تساوي في قضيه حقوق الانسان. معادله صعبه جدا بما لا يتناقض مع حقوق الانسان. لكن هو قال لك انه ايه، انه كيف يمكن انه قضايا حقوق الانسان بتضعف قوه الشرطه الى حد ما، وفي نفس الوقت الارهاب محتاج الى عنف. ايه المعادله التوازن، المعادله التوازن بين الاثنين، هي دي المساله المهمه جدا يعني. الحاجه الثانيه قال لا، ان بريطانيا نفسها ساعه ما بيحصل عندها مثل اللي بيحصل في مصر بيجري اعتقال 28 يوم للشخص. وكانت الحكومه عايزه توصلهم ل 42 يوم. يعني ففي اجراءات طبعا، ما فيش هزار في مساله الارهاب. طيب بالنسبه للنهارده كان اغلبنا موجود في داونينج ستريت، لكن حضرتك كان مثلا عندك اللقاء اللي بتتكلم عليه دلوقتي. نعم. لكن في نفس الوقت ليك تعليق، بما انك كنت معدي قدام داونينج ستريت شفت مجموعه من المتظاهرين كانت الاغلبيه هي مرحبه جدا بهذه الزياره، اللافتات، الاغاني، وطبيعي ان دايما كده بيبقى فيه في الجنب جزء كده يقول انا مش عاجبني. هو في الحقيقة اللي انت بتقوليه، انا يعني الناس كلها كانت متوقعة ان يكون هناك كمية اكتر من المتظاهرين، وحصل يوم الثلاث اللي فات في حاجة اسمها تشيرشل تاور، انه اجتمعت كل ممثلي التنظيمات
الموجودة هنا تحت على غطاء الإخوان المسلمين، بعضها بيحمل اسم إسلامي واضح، بعضها بيحمل اسم 6 أبريل، بعضها بيحمل الجمعية الإسلامية، بعضها بيحمل أوقفوا الحرب، بعضها بيقول يعني حتى دي كل عدد من الجمعيات. الكلام اللي اتقال عن دون وتابع يعني الحقيقة تابعته عن طريق بعض المصادر البريطانية كان بيتطور إنه هذه المنظمة لو كل واحد جاب في إيده 100 واحد او جاب اعضائه الحقيقه هيبقى المكان واسع جدا يعني كتير يعني واخد بالك. لكن اللي انا معدي النهارده بعد الحوار كنا معكم وهذه التغطيه الحيه من العاصمه البريطانيه لندن، وهذا الجزء الذي اذيع على حضرتكم وكان حوار مع مفادة النهار اليوم. الى هناك الزميله دعاء جاد الحق وبصحبتها الكاتب الكبير الاستاذ عادل حموده، وكان الكلام في اطار الحوار حول زياره الرئيس السيسي الى لندن وما دار خلال المؤتمر الصحفي واهم النقاط الرئيسيه التي كانت يعني محط او عناوين رئيسيه خلال هذه الزياره، من بينها بالطبع نتحدث عن الحرب البارده التي تدار الان على مستوى امريكا وروسيا، في المنتصف طبعا قضية الطائرة المنكوبة التي سقطت الأسبوع الماضي في شرم الشيخ، كذلك الرد المصري، كذلك الإجراءات التي تتبع إلى آخره من كافة الأمور. الأهم أيضا الإجراءات التي تحدث عنها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بخصوص اتخاذ إجراءات من ناحية بريطانيا ستنشر نهاية هذا العام. كان هذا جزء من هذا الحوار، بالطبع سوف نعاود إن عادت علينا الصورة بشكل أكثر إيضاحا لنوضح أكثر من وجهات النظر التي سيكون أو ستكون هذه الزيارة بكل نتائجها محور أساسي على مدى هذه النشرة وكذلك على مدى الأيام القادمة، خاصة أن في الغد سيكون أيضا هناك توقيع عدد من الاتفاقيات خاصة بالتعليم الفني وكذلك اتفاقيات أخرى خاصة بالنواحي الأمنية. ونستكمل معكم ما دار خلال هذه الزيارة، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته في لندن اليوم هيلغ لوند المدير التنفيذي لشركة بريتش غاز بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والبترول. وقد أشاد رئيس بالتعاون القائم بين الشركة والحكومة المصرية مثمنا نشاط الشركة وحجم أعمالها في مصر في مجال البحث والتنقيب عن الغاز، بينما نوه رئيس الشركة إلى اعتزامها زيادة استثماراتها في الفترة المقبلة وتكثيف أعمالها في مجال تنمية حقول الغاز في المرحلة المقبلة. وقراءة أخرى من زاوية أخرى خلال هذه الزيارة، معنا الآن ينضم إلينا سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. تحياتي إليك سعادة السفير وشكرا على تلبية الدعوة وأيضا إلقاء جزء وقراءة أخرى في هذه الزيارة. بداية سؤالي، كيف بالعرف الدبلوماسي وجدت هذا المؤتمر الصحفي وما قيل خلاله بدون أن ندخل في التفاصيل، لكن شكل المؤتمر الصحفي الذي كان مقتضبا بشكل محدد وواضح إلى أقصى الحدود وسيطر عليه موضوع واحد، موضوع الطائرة؟ المؤتمر الصحفي بكل معيار، بكل معيار مؤتمر جيد، فيه مودة بين الرئيس ورئيس الوزراء، المجاملات واضحة، فمن ناحية دبلوماسية لا يوجد ما يمكن أن نعيبه على المؤتمر، بالعكس هو يوضح استعادة قوة العلاقات المصرية البريطانية، وهي علاقات تشكل جانب هام جدا من علاقات مصر الخارجية وتحديدا علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي. ومحطة لندن هي رابع المحطات ذات الأهمية في جولات الرئيس، لأن حضرتك تعلم ان بجانب ان الاتحاد الاوروبي يتكون من 28 دولة فان 4 دول تملك الصوت الاعلى، المانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا. طبعا الاعضاء ال 28 مش كل دولة لها صوت عند التصويت على فكرة، وده نظام فريد في اعطاء القوة لاصحابها، فالاربعة الكبار يعتبر تصويتهم كل دولة لها 29 نقطة صوتها يحتسب ب 29 نقطة، لو مالطا او قبرص صوتت تحتسب ب3 نقاط فقط، وفي المنتصف طبعا دول في حجم بولندا او اسبانيا يمكن تبقى
في حدود 20-18 نقطة إلى آخره. إذن أنت مررت بالأربعة محطات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي. بريطانيا بالنسبة لنا لأن تاريخ حديث مهم يعني كانت فيه كثير من الإيجابيات والسلبيات. بريطانيا هي دولة الاحتلال التي استضفنا صحيح. جيوشها لمدة 70 سنة وساعدناها في الحرب العالمية الأولى معركة العالمين، وهي مزار إذا كنا نتكلم عن السياحة أكبر مزار للسياحة البريطانية منطقة العالمين. ثم حدث يعني بداية الاستقلال وخروج القوات البريطانية من مصر صاحبه العدوان الثلاثي سنة 56. لكن الذي يعتبر حجر ما الذي تحتاجه مصر الآن من بريطانيا سعادة الفقيه؟ حرب 73 انتصار مصر. نعم أمامنا أجندة لا تنتهي، بمعنى أن بريطانيا الآن وأنا أحدثك بتعلن أنها أكبر مستثمر على أرض مصر بين الدول الأوروبية، والاتحاد الأوروبي ككل هو أكبر شريك تجاري وأكبر شريك في الاستثمار. العرب قفزوا المركز الثاني للمناسبة وأمريكا تخلفت. إذن أريد من بريطانيا أن تواصل قوتها ودعمها للاستكشافات الجديدة للغاز وللبترول، وخير جاء علينا سواء من المنطقة الإيطالية في شرق المتوسط أو المنطقة التي اكتشفتها بريتش غاز أمام الأسكندرية. شق آخر وهو التجارة، وبيننا علاقات تجارية جيدة يمكن أن تزدهر أكثر من هذا. الجديد والذي سرني هو الشق التعليم. النواحي الثقافية في العلاقات المصرية البريطانية ذات أهمية. لا تنسى أن نظام التعليم المصري كله نشأ على الأساس البريطاني اللي هو نظام المكتبة والتحفيظ والفصل. فأنا أتعشم خيرا في كل تقدم في هذا المجال. هل من المبكر الحديث عن نجاح لهذه الزيارة؟ مصر وبريطانيا أنشأت خط سكة حديد في تاريخ السكك الحديدية. لا إطلاقا، ده هو مجرد حدوث الزيارة. على فكرة أنا كدبلوماسي ورجل أحرص الجزء الدعائي لبلدي، زيارة رئيس مصر لأي بلد فيه دعاية متحركة. زيارة رئيس دولة لمصر معناها أن مصر آمنة و و و و أريد أن أرضي خاطري في نقطة أرجو أن تتفق معي فيها. فضل سعد سمير. إن إحنا بنبالغ قليلا في مسائل الإرهاب وتهديداته في مصر، وحنقل إليك أن حديث بيني وبين صديقة دبلوماسية أمريكانية سفيرة كانت تعمل في القنصلية الأمريكية في الإسكندرية، فبالتالي روحها طيبة نحونا، كانت تقول لي أريد أن أزور مصر مع أسرتي بعد هذه الغيبة، لكن عندما تنتهي وتهدأ الحالة. قلت لها يا سيدتي CNN أعلنت منذ فترة أن حوادث العدوان على أجانب في ولاية فلوريدا فقط في العام الماضي جاوزت 18,000 حالة. إذا تحدثنا عن 5 أو 6 حالات في مصر فيعتبر هذا شيء كثير. فكان ردها طريف، قالت لكن العدوان عندكم إرهابي والعدوان عندنا لصوص. وكان ردي إذا كان المعتدي عليك نسبة احتمال الاعتداء في فلوريدا 18,000 وفي مصر 18، فأنت الخشية على روح الأجنبي في فلوريدا 1,000 مرة قد مصر، ومع ذلك احنا بنبالغ ليه في هذه الحوادث؟ صحيح. هي دي أول حادث الطيران ولا أول كذا؟ فأنا بقول بكل ثقة أن مصر من أكثر الدول أمنا بالنسبة للأجانب، لأن حتى ما يحدث في مصر ليس فيه أبدا روح غير طيبة أو عدائية ضد الأجانب. يعني ينبغي أن نوضح هذا. هل نجحت بريطانيا في وضع مصر في وضع الدفاع عن إجراءاتها الأمنية في المطارات؟ يعني وضع مصر في موضع الدفاع في إطار التحقيقات عن الطائرة الروسية، هل نجحوا في وضع مصر، وهل كان يعني محقين بوصولهم لهذا المدى تجاه مصر او تجاه القضية الروسية؟ الحقيقة انا معجب في هذا بردين، رد الرئيس ورد سامح شكري وزير الخارجية. سامح شكري قال ان الاجراء البريطاني ليس له اي مبرر. الرئيس رد اكثر ليونة وقال احنا على استعداد ان نتقبل ونتفهم اي اجراء تتخذه اي دولة بتحرص على رعاياها. وبعد كده ان شاء الله مع استتباب الامر في ظرف ايام قليلة سوف نجد ان الامور تعود الى نصابها. فاذا مصر استوعبت هذا جيدا، سمحت للروس بان يأتوا ويطلعوا على طائرتين بانفسهم، سمحت لبعض المراقبين، استعانت بوسائل الاستخبارات الامريكية والاقمار الصناعية، وهي بريطانيا ايضا تقدم يد العون. فليس لدينا شيء لنخفيه،
وبالتالي اعتقد تصرف مصر على مستوى الرئاسي ومستوى وزارة الخارجية رد جيد ويستوعب اي تساؤلات يمكن ان تثار في هذا الشأن. سعد السفير، يعني بس ما ضايق الكثير من المصريين حقيقة انه اعلان عدم السفر للبريطانيين لشرم الشيخ وقت زيارة الرئيس، وايضا انه اتخذ هذا القرار بدون التشاور مع القاهرة، ماذا يعني؟ لا، عند حضرتك كل الحق، لان هي طبعا ان اثناء زيارة الرئيس يجب صانع القرار في اي مكان في بريطانيا يحرص، ودايما ده بيحصل، ان اي قرار يتخذ يجب انه يراعي ان هناك رئيس دولة في ضيافتك. لكن خليني عشان اكون يعني امين نحو نفسي، ان زيارة الرئيس قوبلت باعلى مستويات الرعاية البروتوكولية، وممثل للملكة وممثل رئيس الوزراء استقبل الرئيس على ارض المطار. اذا من ناحية البروتوكولية اخذ الرئيس كل حق وكل الاحترام، لكن هناك موضوع امني بيدار على مستوى وزارات الداخلية على مستوى اجهزة الامن. انا كمصري ينبغي ان يكون عندي رحابة في الصدر، ودي ظهرت من رد الرئيس، عندما يتخذ اجراء امني تحوطي، ثم ان شاء الله ثقتنا في انفسنا تؤدي الى ان هذا الاجراء. طيب، انا ما لا اربط بينه ابدا وبين زيارة الرئيس. دي حينما جاء الحديث على الاخوان، جاء الحديث عن الاخوان المسلمين، قال ديفيد كاميرون بالنص هناك اجراءات ستتخذ وستنشر نهاية هذا العام. طبيعة هذه الاجراءات، ونحن نعلم ان لندن وما لها من علاقة وطيدة كمركز وقلب للتنظيم الدولي الارهابي. لا، ده انا عاوز اكون اكثر جرأة في هذا، وارجو ان تتحمل صراحتي. من قبل قصة الاخوان ومن منتصف عقد التسعينيات وانا اتفاوض باسم مصر على الاتفاق المصري الاوروبي، كنا نوجه اصبع الاتهام لبريطانيا. بريطانيا تحت شعار الحريات او ما الى ذلك تأوي عناصر ارهابية تعمل ضد دول كثيرة وفي مقدمتها مصر، ونلومها على ذلك، لان طبعا القانون البريطاني هنا يجب ان يكون اكثر حسما. ثم عندما جاءت مسألة الإخوان المسلمين، إذا ببريطانيا تتخبط ولا تستطيع أن تتخذ رأي، لأن عاوز أنقل إليك أن أوروبا التي نعجب بها كعملاق اقتصادي هي قزم سياسي بكل معنى الكلمة. لا توجد سياسة في أوروبا جماعية حتى، فشلوا في الاتفاق على دستور، فكرة أن تصبح الاتحاد الأوروبي كيان سياسي فشلت إلى حد كبير. وأوروبا عندما يكون لديها مشكلة إرهاب أو مشكلة حرب داخلية كما حدث بين اليونان وتركيا في قبرص أو البوسنة والهرسك، مين اللي حل هذه المشاكل؟ الولايات المتحدة. يعني الاتحاد الأوروبي أخفق في أن يكون له كيان سياسي يعبر عنه. وأنا أشير بإصبع الاتهام تماما إلى أوروبا بصفة عامة، بريطانيا بصفة خاصة، أنها تأوي عناصر إرهابية وقوانينها لا تساعد على تصفية هذه الأمور. آخر حاجة عاوز أقولها، ان انت بتتكلم النهارده عن الهجرة السورية وتتعاطف مع ما قامت به انجلا ميركل، ده عظيم. انما اوروبا اللي هي على استحياء تتفاخر بانها تساعدنا في الهجرة وتحارب الهجرة هاي المشروع، انا بتهمها علنا وبقول رسميا وانا اتفاوض وقلت هذا مرات، ان اوروبا تصدر الينا هجرة غير مشروعة في صورة اليهود المهاجرين الى الاراضي الفلسطينية. هل هذه هجرة مشروعة؟ انا اتعشم ان يكون هذا الملف قد بحثه اما الرئيس واما وزير الخارجيه سامح شكري. لان من يهاجر من الاوروبيين الى الاراضي الفلسطينيه هو يطرد فلسطيني لياتي الي انا. يعني اخيرا انا يعني عارف وقتك، كما قال ديفيد كاميرون ليس لديهم من يخرق القانون، لكن يعني نتحدث عن من يخرق القانون خارج لندن او خارج الحدود البريطانيه، وتحديدا حول منطقة الشرق الأوسط، سوريا، ليبيا، هذه الملفات ودور مصر فيها. طبعا بشكل أو بآخر هناك دعم بريطاني واضح. هذا الملف ماذا طلبت مصر وكيف يمكن أن تتعاون فيه بريطانيا في هذا الدعم الذي ممكن أن يعطى طبعا لبعض الفصائل في ليبيا، طبعا وهذا الضغط المصري اللي ممكن يكون مثل في منع الدعم اللي ممكن يعطى الى الفصائل في ليبيا مثلا. يعني
ده كلام سليم، والملف ده متسع الى ما لا حد، على فكره يتوقف تماما على قدره المفاوض على الجانب المصري بل والعربي في تناول هذه الامور. بريطانيا وواضح من زياره الرئيس وما نتابعه فيها انها تستطيع ان تتعاون معنا في المعلومات، تبادل المعلومات المخابراتيه وحركات هذه القوى المضاده لنا ولهم يمكن التعاون فيها، المعلوماتيه والاجهزه الاستخباراتيه تستطيع ان تتعاون. ايضا بريطانيا كان لها موقف غير مواتي في بدايه ثوره 30 يونيو لما منعت الاسلحه التي تمد بها البوليس المصري لمقاومه الارهاب ومقاومه التمرد، والان رفعوا الحظر عن هذه الاسلحه. الاجهزه الحديثه واجهزه التنصت واجهزه التي يمكن ان تراقب الاتصالات موجوده طبعا في دوله بدرجه تقدم بريطانيا، يعني الملف هذا لا حدود للتعاون فيه، وانا اعتقد ان لدينا من الكفاءه ان نتكلم فيه بكل ثقه. ايضا ملف الارهاب، الارهاب صدر الينا والحمد لله، يعني اصبح الارهاب اقل كثيرا في اوروبا وفي الولايات المتحده وانتقل الينا، لكن هناك نقطه سياسيه ومشكلتها ان اوروبا ليس فيها كيان سياسي كما قلت، ان اكبر سبب للارهاب في المنطقه واظن الرئيس اشار اليه هو العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين. كلما اعتدت اسرائيل على الفلسطينيين وسياسة حكومة نتنياهو هي اكبر دافع لمن يريد التشدد او العنف، ثم هناك من يستغلون هذا في الجماعات الارهابية ليتاجرون بهذه القضية. اكبر سبب للارهاب في العالم وعالمنا تحديدا هو الكيان الاسرائيلي الذي ينكل بالسلطة الفلسطينية وينكل بالفلسطينيين ويمنع الصلاة في المسجد الاقصى ويدعي ان هناك اثار تاريخيه، وانا بقول لك بالقطع لازم نقول كده، لا توجد طوبه تحت المسجد الاقصى تنم عن ان كان هناك اي شيء غير الحضاره الاسلاميه والعربيه. انا بشكرك جزيلا سعاده السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق، دائما ضيف مرحب به وضيف ينير لنا الكثير ويقرا لنا خفايا وبطون ما بين السطور. شكرا جزيلا سعاده السفير، قراءه في زياره الرئيس الى العاصمه عاصمه الضباب لندن. هذه النشرة تزال مستمرة، فاصل قصير ونواصل بقية الأخبار، ابقوا معنا. حملة حكومية على المحال والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار.